اهلا بكم متابعي قناة فروم روكو في نشرة اخبارية جديدة وهذا ابرز عنوانها اجادير توقف سيارة سيدة وزوجها يفجر مفاجأة خطيرة ولن التفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوا وضع الاشتراك في القناة ويعجب بالفيديو تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة اجادير بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس السبت 6 أبريل الجاري من سوق في شخص وزوجته وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة وترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية وأجرى توقيف المشتبه فيهما بالمنطقة القروية أمسكرود مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية عن حجز 147 كيلوغراما من مخدر الشيرة و190 غراما من مخدر الكوكايين وشحنة من مخدر القنابل الهندية فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي والكشف عن كافة الافعال الاجراميه المنسوبه للمعنيين بالامر